الإنسان إذا مشى في طريق الله سبحانه وتعالى، الله على طول الخط ينزل عليك الملائكة، وهؤلاء الملائكة يسددوك، يسددون تفكيرك، يروك الطريق الصحيح، لأن الملائكة يدري كل شيء. ولو أنت لا ترى الملائكة، لكن الملائكة يروك. أنت لا ترى الجاذبية، لكن الجاذبية معك. أمواج الملائكة أيضا موجودة بكثرة هائلة، لأن الله سبحانه وتعالى بعدد أوراق الأشجار، بعدد قطرات المطر، بعدد ذرات الرمال، أكل الله ملك. الملك يسدد الإنسان، يسدد 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 يسدد، بعدين يشوف هذا منحرف يتركه وشأنه، في أمان الله روح. الأفكار الخيرة التي تقع في قلبك هذه من الملائكة. الله سبحانه وتعالى يقول الأناس الطيبون الملائكة يأتون لإسعافهم وإسعادهم وتوجيههم حتى وأنت في الحياة. والإنسان الأشرار إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأشرار الشياطين يحومون حول قلبه، الأفكار السيئة، النوايا السيئة، الحسد، الغل، البغضاء، العداوة، هذه تلقى في قلبه والعياذ بالله. لذا إنسان دائما يجب أن يلحق نفسه بركب الطيبين حتى ترفقه الملائكة.